خلاص احنا كده في سيناء، احنا على الجبل. طلع الدرج اللي ورانا حاجة تطلع الجبل على طول. هو في سياح بس فعليا شفت ولا سياح؟ مظبوط مظبوط. هي اصلا البلد دي عدد سكانها 10,000 واحد. حلو، في تلفريك، تعال نروح نركب. في يلا 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 على التلفريك. يلا يلا رحلة في رومانيا. تعرف ايه عن رومانيا؟ تلج، شمس، غابات، مغامرة، تاريخ، جمال، جبال، فوق السحاب، قوس النصر، دراسة، شغل. تعالوا معنا في مغامرة جديدة، متفوتوش الفرصة عشان نتعرف مع بعض على رومانيا. حاط 4 حجرات على اساس السيارة تتهب، هتلز على الرصيف، هتتزحلق، هتقع. انعملت عضلات رجلين وحياتي ما عملت. خلاص عملنا ورك اوت للسنة كلها اعتقد، كفي. يعني انا ولا سنة مش رايح الجيم، مش رايح الجيم لا. 11 دقيقة، 600 متر. قربنا قربنا ان شاء الله. خلص من هنا المدخل المفروض. شوف 600 متر لسه. احنا مشينا 34 دقيقة. احنا بنعاني. لا بس المنظر يستاهل الصراحة. بصراحة يستاهل. حلو. خلاص احنا دلوقتي دهنا المدخل. هندهن المدخل ان شاء الله. مداهنة. بس هنا البيوت رهيبة. انا أول مرة أشوف بيت جوا باركينج، أو بيت جوا بارك، حديقة، أوتيل جوا حديقة. ما هي انا بقول لك البلد هنا كلها عباره عن زي ريزورت كبير تقريبا. مظبوط. حتى هون طلع محل هذا البيت ما شاء الله. انا لو ساكن هون ما بفكرش اطلع من الدار. اطلع البلكونه بالنسبه لي انا هيك. طبعا انت عندك كل حاجه يعني حواليك. دي كلها المباني اللي حوالين القصر. هناك القصر، هناك القصر، شايفه؟ على محل الريستورانت. شايفين هاد؟ شايفين قد احنا المنظر ما شاء الله. احنا مضحيين عشان تشوفوا انتوا القصر هاد. شو شعورك وانت شايف القصر؟ هناك القصر. انت اول مرة تشوف. وفي شجرة ترى كبيرة كثير يعني. ما هو عشان الدراما، عشان الحبكة الدرامية يعني. بعد ما نعدي يبان شكله. اي لما تشوف الحلقة 29 ويموت البطل. أيوة. تشوف الحلقة 30 انه بالمستشفى. منظر روعة. الصراحة. هيك كان يجي يصيف هون. طبعا القصر ده هو امر بناؤه سنة 1861، وهو تم بناؤه بعد ما هو ساب الحكم بسنتين. يعني هو ما لحقش يصيف فيه كرئيس. يعني هو مش لاقيه كملك. كمية السياح هون كثير كبيرة. طبعا هنا هنشوف يعني تأثير النمط البناء الألماني. زي القلاع بتاع ديزني والحاجات دي. نفس الشكل، نفس الستايل. طبعا هنا كل ده الاكسس فور فري، مجانا. انت بتخش من غير ما تدفع حاجه. لو عايز تخش القلعه، لو عايز تخش القصر، في تور بيتعمل للطالب الاول مثلا والتاني، وفي كمان خصومات للطلاب. يعني كمان انت كطالب تستفيد من الخصومات وتقدر تخش تتفرج جوه القلعه. تحفه معماريه. طبعا للأسف النهاردة مش عارف ليه هو مقفول، بس احنا كنا مصورين صور قبل كده نحطها في الفيديو. اتفرجوا عليه من جوه ازاي شكله. دي احلى حاجة هنا في رومانيا، ان انت تقدر تشوف اثار وحاجات بالنوعية دي وبالشكل ده. يعني حاجات زي كأنها موجودة في ألمانيا بالظبط، وفعليا ببلاش. احنا ما دفعناش حاجة غير تذكرة القطر لحد دلوقتي. لا صح. حتى يعني ما دفعناش باص. يعني تغيير جو بس مجرد انت تطلع وتغير جو، حاجة جميلة جدا. يعني تخيل بعد ما تطلع من المدخل هاد تشوف هذا المنظر. تحفة تحفة. هنا ده تمثال، هو ده تمثال وكارول اونو.
طيب انت ايه انطباعك اول مره انت تيجي؟ انا اول مره وصراحه يعني المنظر بجنن. تخيل انا عايش بقصر زي هيك، هاي البلكونه، هذا المنظر اول ما اصحى من النوم هشوفه مع فنجان القهوه. في يا سلام، بدك احلى من هيك؟ مش احلى من كذا بس صح. حرام مات قبل ما يسكن بالقصر. اما الحيش يصيف فيه يعني مسكين. بس لا منظر كثير روعه والاهتمام، اطلع حتى لون الحجر، يعني هذا القصر من 1861. أيوه. ما شاء الله، يعني اهتمام بالحجر، الاهتمام بالخشب، اشي روعه. حتى في ساعه هون جانبيه، ايوه كثير كبيره وكثير روعه، حتى التماثيل يعني كل شيء هنا، كل شيء مشغول هنا عليه. البرج اللي فوق عليه الرسومات بتاعتهم مهتمين فيها، مجددينها قريب طبعا بعد كميه اللفه هاي. طبيعي لازم ايش؟ لازم قهوه واي شيء حلو، لانه انا السكر اللي عندي نزل. ورانا منظر فلش هلا، زي كأنك بسويسرا. هلا سويسرا ببلاش، جو تحفه تحفه تحفه، فيها نسمه هواء بس انه يعني لو قعدت هيك ربع ساعه نص ساعه بعدها جسمك بياخذ تتعود. خلاص تفضل. سلام عليك. طبعا هاي انت متذوق اكثر مني. تفضل احكي عن الاكل. هو اكلير، لازم شويه راحه بعد الطلوع اللي طلعنا هذا كله، لازم نريح شويه. وطلع مسكر كمان القصر، يعني تخيل انت قد كل هذا. لا بس هو منظر حتى من برا حلو، جميل يعني، حلو بس يعني. ممكن بيفتح في الويكندز. الشجر اللي فوقينا والله ما شاء الله اعمار. كان هذا الريستورانت موجود قبال القصر مباشره، يعني انت ممكن تيجي تزور القصر، تيجي تقعد هون تشرب قهوه، تقول لك شيء حلو، راحه نفسيه. صوت العصافير هو يعني تستحق الزياره صراحه. طبعا خلاص الجو دلوقتي برد، اكلنا شربنا القهوه، اكلنا الاكلير، هسه نروح نشوف التلفريك اذا فاتح. تمام، عشان اورجيكم البلد من فوق. ان شاء الله يكون فاتح يعني. يا رب. هو عامه انتوا شفتوها من فوق، لان احنا تقريبا طلعنا يعني على قمه فوق الجبل، فوق الجبل، بس هنحاول يعني ان شاء الله تكون ايه فاتحه. شوف كمان عشان نعرف لكم سعر التذاكر. ايوه، احلى حاجه دلوقتي انه الطريق بس نزول. نزول وفي صوت مي. يعني طلع المي اللي جنبه هيك هدوء. في شلال هنا، استنى شوية. ايوه باينه اهو، هو ميني شلال بس يعني ماشي يعني. وهنا الايه القصر. طلع والله بردت والله. بصراحه برد. خلاص برد. هو ده كان المفروض المدخل، يعني احنا كنا المفروض ندخل من هنا، احنا لفينا من ورا، لفينا لفه يعني من هنا. القصر ازاي باين كله من هنا، الفيو من هنا رهيب، من هنا كده تحفه. وهنا على اليمين في زي بازار او سوق فيه الهدايا، سوفينيرز، الحاجات دي. في دوره مشوي لو حد عايز دوره مشوي. خلاص احنا كده قربنا من المخرج او المدخل. هنا في باركينج للعربيات، عايز يجيب العربيه. عمالين ننزل بقى لنا ربع ساعه تقريبا. الطريق ده مش عايز يخلص. الحمد لله بعد تقريبا تلت ساعه نزول. شو تلت ساعه؟ نص ساعه. تلت ساعات يا زلمه. وصلنا الحمد لله. الحمد لله خلاص. الحمد لله. الصوت المي هو الوحيد اللي مصبرني. حاجه كده رايقه، حاجه جميله. معنا قصها فيروز. يلا دلوقتي خلينا نشوف اذا نعرف نروح على التلفريك اذا لسه فاتح ولا لا. ان شاء الله فاتح. ان شاء الله. بس هون طلع الجبل من هون كثير حلو ما شاء الله، حتى الالوان البيوت، يعني البلد تحس انه فيها اهتمام بصوره مش طبيعيه. رهيبه رهيبه بجد، تستاهل يعني. دي تقريبا كانت تايهه من بريطانيا او حاجه. خلاص وصلنا على التلفريك او التليكابينا بالروماني. المنظر من فوق ان شاء الله نلحق، هما فاتحين للساعة 5، الساعة 4 الا التلت. ان شاء الله نلحق ندخل، للاسف ما لحقناش. خلاص احنا سألنا، مشكلة احنا ما لحقناش لانه احنا وصلنا الساعة 5 الا ربع، ما قفلوا الساعة 5، فما فيش تلفريك في الرجعة ياخدنا واحنا راجعين. بس احنا سألنا، كان قعدنا على الجبل فوق. ما احنا تقريبا فوق يعني، احنا اصلا فوق
يعني خلينا نوريكم الفيو دلوقتي. ده الفيو، يعني احنا اخدنا بولت، اخدنا زي اوبر، العربية كانت تقريبا اطول. مش عارف انا اصلا كيف وصلنا، انا ما اعرفش ازاي هو طلع الطلعة يعني دي بتاعت الجبل. بس احنا سألنا على اسعار التذاكر ودولنا ورقة نحطها لكم الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله يلا ان شاء الله. هسه في يعني مغامرة جديدة، لانه كان نفسي اركب التلفريك والله، منظره بالجو بجنن. اكيد 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 المرة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله هسه بقى نروح بقى نقعد كده، نروح ناكل ماشي، نلعب حاجة. هنشوف. ترى هون في تزلج كمان للناس اللي بتعرف تتزلج، يعني اي حد هنا عايز يطلع مثلا سكي او كده بياخد ال حتى هدول على راس الجبل وبيطلع. حتى هدول لابسين على فكره لبس المنتخب الروماني للتزلج. بالظبط بالظبط، لاعبين منتخب. يعني هنا زي ما انتم شايفين هنا على المبنى مكتوب السكي. مغامرة جميلة النهارده. هو جميل. ايوه رياضة جميلة. المبنى اللي قدامنا اللي احنا شايفينه ده مبنى البلدية، اسمها بريماريا بالروماني، بريماريا سيناي. ده مبنى البلدية تمام. وشمالنا كده المفروض نقطع الشارع من اليمين من هون. ممكن نمشي كده ناحية الشمال. هنا زي ما قلنا في اوتيلات، واحنا كده ماشيين ناحية السنتر. المبنى الغامق شوية ده عبارة عن مول كده صغير، في قهوة وفي محلات، بس هي بلد صغيرة زي ما قلنا بس جميلة. احنا كده عملنا جولة كاملة، رجعنا تاني لنقطة البداية. احنا بدأنا من هنا من عند العربية الخنفسة هي نفسها. ايوه هي نفسها. فدلوقتي بقى بندور على مطعم ناكل، هندور على حته كده تبع التلفريك انه ايش نعوض. لازم نعوض صراحه. تمام خلاص، الحمد لله لقينا مطعم. الحمد لله تمام. مع الفيو، مع الفيو اهم من المطعم. بعد شوي شيء مش عارف هالشمعة طلعت لي بحياتي. معلش. لا بس المطاعم هون يعني ماشي اسعارها اغلى من بوخارست. سياحيه شوي بس انه برضه مقبول، يعني مش مبالغ فيها، مش مبالغ فيها يعني ممكن لاي حدا انه ياكل هون. طبعا هو اصلا ويبقى. يعني البلد كلها مقارنه نقول ببلد زيها في بلد تاني اوروبي هي ارخص بكتير بمراحل، يعني لا تقارن طبعا. يعني مش شايف انا فرق كبير طبعا، وخصوصا انك انت يعني اكيد انت طالع يعني انجوي يعني. فانه يعني لو دفعت شوي زياده صح. احنا طبعا الزياده اللي بنحكيها مش مليون، مش مبالغ فيها يعني. يمكن الفرق هون عن بوخارست 10 15 لي بالضبط، يعني 2 3 دولار يعني 2 3 دولار تقريبا. بعدين انت مش هتاكل 30 وجبه. ايوه تمام. فانه موضوع الاكل كمان هون مش غالي، وفي كثير مطاعم. يعني السنتر تقريبا كله مطاعم، في كم شوبات، في اماكن للحلو طبعا. حلو هنا ناكل ونروح نحلي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله لازم نحلي، لانه اصلا احنا هناخد القطار اللي بعد ساعه عشان الطريق. لانه حاسس انه الشوفير كمان مره هيوقف ويخنقني. لازم احلي من هسه. لازم نحلي. خلاص الحمد لله اكلنا تمام. جينا نحلي، جينا نحلي ونشنع. ايوه لانه صراحه الحلويات اللي هنا، في حلويات معروفة في منطقة ترانسلفانيا اللي هي المنطقة اللي فيها براشوف وقلعة دراكولا والحتة دي، هي سينايا أول مدينة فيها، فاسمها كيورتوش. ده محل ايه؟ كيورتوش. هتشوفوا شكلها ازاي دلوقتي. مستنين هون اللي بوصل على الشباك أول بطلب بقال الأقوى. بقال الأقوى فعلا. بس المنظر صراحة رهيب. طبعا هذا مش موجود بس برومانيا، تقريبا كل دول موجود البلقان. في المجر كمان مظبوط. هو اصله اصلا مجري، يعني في بودابست موجود كمان. اكلته غاد انت؟ كيورتوش. مظبوط. يعني بس بيعملوه مختلف شويه، بيكون اصغر شويه. هنا ما شاء الله يعني ما شاء الله تاكله انت و30 يعني. هون كيورتوش ورق ده كونوكا ده
تحفة. وسط البلد هادي، السنتر هادي، الناس هسه فعليا بلشت تطلع. اول ايه هدوء، شو تحفة. طب اعطيني اشوف. استنى حلو كثير. ايه رايك؟ حلو كثير. السكر محمص هيك مقرمش زاكي. حلو يعني؟ اه اول مره، اول مره تدوق. انا اول مره، انا ما بحبش اجرب بالاكل، بحبش اخاطر. انت بدك اياها بشيء؟ عيش. لا. يلا سلام. طيب احنا كده خلاص اكلنا، حلينا اكلنا الكرتش، ناكل الكرتش وهننطلق الى بخارست ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا رحنا ناخد التيكتس، تذاكر ما لقيناش تذاكر عادي، فاخدنا فيرست كلاس. برضه فيرست 30 لي 30 لي 30 لي يعني التيكت. احنا تجربه 31 لي. خلينا نشوف التجربه تبعت فيرست كلاس، يعني نشوف فيرست كلاس نظامه ايه. هل هو فيرست فعلا ولا احنا طول عمرنا باللوكل يعني، فاول مره فيرست كلاس. نشوف مع بعض. خلينا نشوف. طبعا احنا كنا مفكرين فيرست كلاس. فيرست كلاس ما طلعش فيرست كلاس خالص، بس هو الفيرست كلاس رجليه، هو الكراسي اكبر شويه يعني كده تمام، مش فيرست كلاس. بس المهم لقينا مكان الحمد لله. الحمد لله، لانه اصلا الزلمه ما كانش بيستنانا، هو جري على طول. يلا خلاص ان شاء الله نوصل بخارست. ساعة ونص تقريبا. طبعا رجعنا بخارست، وصلنا الحمد لله بالسلامة. طبعا كانت رحلة جميلة ممتعة، ان شاء الله استنونا بفلوج جديد طبعا. بس ان شاء الله يعني عايزين مرة تكون منطقة ابعد ان شاء الله. وعايزين بقى تعليقات، وعايزين ارائكم، ايه الحاجات اللي حبيتوها، ايه الحاجات اللي ممكن نحسنها بعدين، ونشوفكم في الطلعات الجاية ان شاء الله. كمان اذا في مدينة براسكو او مدينة حابين تشوفوها اكيد 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 تروحوا بالتعليقات. تمام يلا. يلا سلام. يلا سلام. Nice. I'm not doing spoilers. Those are spoilers, bro.